أهلا بكم مشاهدينا في مال وأعمال، أنا دينا سالم. اليوم نستعرض تقرير HC الربع السنوي عن الاقتصاد الكلي لمصر، ونستضيف معدة التقرير سارة سعادة وهي كبيرة محللي الاقتصاد في HC. ونلقي مزيدا من الضوء عن الجهاز القومي للمدفوعات مع دكتور مصطفى هديب الخبير الاقتصادي الدولي. وفي ريادة الأعمال نتعرف على مشروع بليا وخدمة الإنقاذ السريع وصيانة السيارات، وسيكون ذلك مع مؤسس المشروع الأستاذ أمجد حسين. لكن قبل ذلك نرصد معكم أبرز الأخبار الاقتصادية محليا ودوليا. نبدأ من ألمانيا، حيث تعهد وزير المالية الألماني بمحاربة أي شكل من أشكال الحماية التجارية، قائلا إن حروب الرسوم الجمركية مآلها الفشل في عالم تسوده العولمة. وذكرت وكالة رويترز رفض الوزير الألماني الانتقادات الموجهة للفائض الكبير في التجارة والمعاملات الجارية لألمانيا، مؤكدا على استمرار انخفاض سعر صرف اليورو بشكل كبير. وقال إن لديه شعورا بأن بعض مسؤولي الحكومة البريطانية بدأوا يدركون مدى صعوبة محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وقعت العراق وإيران مذكرة تفاهم لدراسة بناء خط أنابيب لتصدير النفط الخام من حقول كركوك بشمال العراق عبر إيران. وذكر بيان لوزارة النفط العراقية أن الاتفاق يدعو لتشكيل لجان لحل خلاف على حقول نفط مشتركة ودراسة نقل الخام العراقي إلى مصفات عبدان الإيرانية. بدأت شركة النفط الروسية راسنفت في حفر أول بئر استكشافي في منطقة الامتياز 12 في العراق، حيث تقوم بتنظيم عمليات التنقيب والتطوير في منطقة الامتياز. وأضافت راسنفت أنها تنوي استكمال نشاطات الحفر في يوليو 2017. قال البنك المركزي الروسي أن احتياطيات الذهب الروسية بلغت ما يقارب 53 مليون أونصة حتى أول فبراير. وأضاف البنك أن قيمة ما يحوزه من احتياطيات ذهب بلغ 36 مليار دولار تقريبا. تعتزم الصين ضخ 117 مليار دولار للعام الثاني على التوالي لإضافة 35 مشروعا جديدا إلى شبكة السكك الحديدية لديها، والتي تعد الثانية على مستوى العالم، وذلك بهدف وقف تباطؤ النمو الاقتصادي عبر استثمارات حكومية ضخمة. والآن نتابع معكم أداء الدولار مقابل العملة المصرية. هناك انخفاض جديد للدولار أمام الجنيه المصري، وأفضل بنك تشتري منه اليوم هو البنك الأهلي المصري بسعر 15 جنيها و80 قرشا، أيضا بنك الإسكندرية و HSBC والعربية الإفريقي كانت عروضها أكثر ببعض الشيء، وأيضا البنك المصري لتنمية الصادرات. أما أسعار البيع فكانت تتراوح ما بين 16 جنيها وأقل من ذلك وفقا للوحة السابقة. إذا ذهبنا للعملات الأخرى، العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري كان فيها تراجع. اليورو اليوم متوسط السعر 16 جنيها و70 قرشا، الاسترليني 19 جنيها و61 قرشا، الريال السعودي 4 جنيهات و19 قرشا، والدرهم الإماراتي 4 جنيهات و28 قرشا. أما بالنسبة للذهب فهناك انخفاض في كل الأعيرة، ليصل عيار 21 ل 547 جنيها للجرام، عيار 24 625 جنيها، عيار 22 573 جنيها، وعيار 18 469 جنيها. نذهب الآن لمتابعة أداء البورصة المصرية في ثاني جلسات الأسبوع. هناك تراجع جماعي لكل المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء EGX30 يتراجع بأكثر من 18%، يغلق عند مستوى 12444 نقطة.
كان هذا أداء المؤشر الرئيسي المؤشر السبعيني لم يختلف عن هذا الأداء، وكان الإغلاق عند مستوى 490 نقطة، التراجع اقترب من 19%، وبطبيعة الحال المؤشر الأوسع نطاقا EGX 100 والذي يضم مكونات المؤشرين السابقين كان فيه تراجع ب 3.4% وأغلق عند 1179 نقطة. مشاهدينا الكرام، نتابع في نظرة أخيرة أداء البورصات الخليجية، معظمها أنهى باللون الأحمر، البحرين فقط رابحة بنهاية تعاملات اليوم ب 13%، فيما عدا ذلك الكل كان خاسرا بنهاية التعاملات. مشاهدينا الكرام، هكذا تنتهي أخبارنا في مال وأعمال لهذه الليلة. ابقوا معنا بعد فصل قصير، نبدأ معكم فقراتنا ونبدأ بتقرير HC لتحليل أداء الاقتصاد الكلي المصري في الفصل الأخير، كونوا معي. أهلا بكم من جديد. توقع تقرير الربع السنوي لمؤسسة HC للأوراق المالية حول الاقتصاد الكلي لمصر تطورا إيجابيا مع وجود بعض المعوقات. مثلا تمثلت المؤشرات الإيجابية في تحسن رصيد الحساب الجاري لمصر، حيث سجل متوسط العجز في نوفمبر وديسمبر 14 مليار و200 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 18 مليار و700 مليون دولار أمريكي في السنة المالية السابقة. وأبرزت HC استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازية والسوق الرسمية. أيضا تشير إلى جذب أدوات الدين المحلية والبورصة المصرية لنحو 900 مليون دولار أمريكي، لكن تقول HC أن تلك المبالغ تبقى ضئيلة نظرا إلى العوائد المجزية المتاحة. وفيما يتعلق بالمعوقات، توقع التقرير معدلات التضخم عند 21% في السنة المالية الحالية مع وصول معدل بطالة إلى 13%، بما يضغط على نمو الاستهلاك الخاص ليسجل 2.5% مقارنة ب 4.16% في السنة السابقة. وستتحمل مصر سداد ديون قيمتها نحو 11 مليار و500 مليون دولار أمريكي في عام 2018، مع ازدياد تكاليف خدمة الديون ليصل العجز إلى 13.1% من إجمالي الناتج المحلي. لكن في النهاية يثق التقرير في قدرة البنوك المصرية على تمويل عجز الموازنة بفضل تدفقات التمويل الخارجي وقروض الحكومة من كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، وكذلك مبيعات السندات الأوروبية التي تذهب كلها إلى تمويل العجز. عموما نلقي مزيدا من الضوء على هذا التقرير، ومعنا يعني المسؤولة عن إصدار هذا التقرير الأستاذة سارة سعادة، وهي كبيرة محللي الاقتصاد بإدارة البحوث بـ HC. أهلا وسهلا سارة. في البداية وبعد مرور 4 أشهر على الإصلاحات الاقتصادية اللي اتخذتها مصر، ما تقييمك للوضع؟ أبدأ بس لحظة، ال 14 مليار عجز اللي احنا متوقعينه ده توقعاتنا بناء عن للسنة مش للشهر، مش لنوفمبر وديسمبر، ده العجز السنوي بناء على أرقام نوفمبر وديسمبر، تمام. إنه يوصل ل 14 مقارنة ب 18 مليار في السنة اللي قبلها. ممتاز. طبعا احنا التقرير ده كان طلع في فبراير، في 7 فبراير اللي فات، وده كان بيوضح الوضع الحالي الاقتصادي والتأثير في المدى المتوسط للإصلاحات الاقتصادية اللي احنا كلنا طرقت علينا جديد من أول نوفمبر. طبعا كان من أهمها الدعم، الإصلاحات اللي حصلت في الدعم الوقود، وطبعا من أهم الحاجات اللي أثرت علينا كلنا سواء على يعني المستوى الشخصي أو برضو التوقعات الاقتصاد، هو تحرير سعر الصرف، واللي احنا شايفينه كانت خطوة إيجابية جدا، وإن شاء الله هيكون لها عائد إيجابي في الفترة اللي جاية.
احنا كان حسب التقرير كنا متوقعين ان هنبدا نشوف البوادر دي على نص السنه الحالي، بس احنا الحمد لله بدانا اوريدي من الاسبوعين اللي فاتوا دول. كان في تطورات كبيره جدا في السوق، من اهمها طبعا تدفق جامد جدا للنقد الاجنبي، طبعا مدعوم باستثمارات اجانب في البورصه او في ادوات الدين الحكوميه. واحنا بنرجع ده زي ما ارجعناه برضو في التقرير بتاعنا، اول حاجه اللي طبعا العائد المجزي جدا لادوات الدين، تاني حاجه وهي الاهم حتى مع وجود العائد، مع عدم وجود الثقه ما كانش هيكون في استثمارات دي. فطبعا زيادة ثقة المستثمر وعودة ثقة المستثمر في السوق المصري وفي حرية، برضو من أهم الحاجات أن سهولة تدفقات النقد داخل وخارج البلد. دي حاجة مهمة جدا اللي ترجع لنا الاستثمارات دي تاني، وده طبعا اللي ساهم في تراجع سعر الدولار الفترة اللي فاتت دي، تقريبا الأسبوعين اللي فاتت دول أمام الجنيه. لكن في بعض المراقبين في السوق المصرية بيقولوا أنه الدولار ربما لن يبقى على هذا الاتجاه النزولي، وأنه في احتمالات نظرا لعوامل كثيرة أنه يبدأ في موجة صعود أخرى. أنتم كيف تنظرون لهذا الأمر؟ احنا شايفين أن في تركيز زايد جدا على سعر الدولار في حد ذاته بغض النظر عن التطورات الاقتصادية. يعني ممكن نلاقي نشوف تذبذب في سعر الدولار الفترة اللي جاية، ده شيء منطقي جدا، ممكن بسبب جني أرباح أو غيره، بس هي ظاهرة صحية، والإصلاحات الهيكلية الأعمق من كده هي الأهم. يعني مش المفروض أنه لو حصل تذبذب في سعر الصرف ده يهز ثقتنا في الإصلاحات الهيكلية اللي موجودة دلوقتي على الأرض. استثمارات الأجانب دي ما هي إلا بداية وعائد سريع للإصلاحات جاي من الثقة، بس الإصلاحات الهيكلية الأساسية اللي بتضمن تدفق مستدامة من النقد الأجنبي هي إصلاحات في الميزان التجاري سواء البترولي أو غير البترولي. طبعا ميزان التجاري البترولي كلنا عارفين استثمارات حقل زهر وشمال اسكندرية وغيرها من التنقيب والتكرير، وده طبعا هيساهم بشكل كبير جدا في تحسن الميزان التجاري البترولي لنا. اتكلمتم ايضا في التقرير عن ايرادات السياحه، تمام، يا ريت حضرتك تقول لنا سريعا ايه توقعاتكم بخصوصها. احنا متفائلين في المستقبل، بس مش حاطين في تقريرنا توقعات معينه للسياحه، علشان ده بيبقى يعني بتبقى السياحه دي متروكه لعوامل غير اقتصاديه، يعني مش اقتصاديه بحته، لكن احنا دايما بنذكر السياحه على انها محفز للارقام. يعني هي ممكن تعود في اي وقت، وده وعندنا طاقه لاستيعاب سياحه كبيره جدا وفي بوادر كويسه، بس هو الموضوع مش اقتصادي بحت يعني، بس احنا دايما بنحط يعني ستيتمنت انه السياحه هتفضل يعني put upside potential للأرقام، يعني مع تدفق السياحة كل اللي احنا بنقول عليه ده في مجال انه يتحسن اكتر، واللي احنا شايفينه مش محال، يعني هو حاجة هتحصل ان شاء الله في المدى القريب والقريب جدا. طيب سريعا لو اتكلمنا عن التضخم ومعدلات البطالة، دي من الاشياء السيئة، هل في اي امور ممكن تقلص من التضخم في السنة اللي جاية؟ يعني التضخم ده نتيجة منطقية وطبيعية للإصلاحات، يعني إحنا عايزين إصلاحات هيكلية زي ما قلت في ميزان التجاري البترولي والغير بترولي برضو مع زيادة تنافسية المنتج المصري بعد التعويم، بس لازم بيكون في يعني تمن للجاني للإصلاحات دي بالظبط كده. والمنطقي جدا إنه أول حاجة بتبقى تتأثر هو التضخم. احنا شفنا التضخم في شهر يناير وصل 4% شهر على شهر، يعني تضخم شهري، و 28% تضخم سنوي، واحنا توقعاتنا انه يبقى الافرج بتاع المتوسط بتاع السنه دي
يكون 21% ينزل ل 16% حسب توقعاتنا للسنة الجاية، ومتوقعين إن شاء الله إنه يوصل للمستويات الآمنة اللي أصلا البنك المركزي بيستهدفها بعد الانتهاء من الإصلاحات دي إن شاء الله على 2019. شكرا جزيلا لحضورك سارة سعادة كبيرة الاقتصاديين بـ HC للأوراق المالية. شكرا. مشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل آخر نتابع بعده مال وأعمال. اتخذت مصر مؤخرا عدة خطوات في اتجاه زيادة استخدام التعامل المالي الإلكتروني خلال السنوات الماضية، فبعد انتشار بطاقات البنوك والقيام بتحويل صرف أجور موظفي الحكومة وأصحاب المعاشات من الطريقة اليدوية المباشرة إلى نظام الصرف عبر البطاقات وإتاحة تعاملات البيع والشراء عبر الإنترنت، تمت إتاحة خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول أيضا. وتشير آخر التقديرات أن أكثر من 60% من دافع الضرائب يسدد بصورة إلكترونية، ويقوم 85% من دافع الجمارك أيضا بالسداد إلكترونيا، ويتقاضى 7 ملايين مواطن المعاش ببطاقات الصراف الآلي. ورغم تلك الخطوات ما زال يعاني الاقتصاد المصري من سيطرة التعاملات النقدية على مختلف المستويات، الأمر الذي قد يؤدي إلى ممارسات مالية غير مشروعة والتهرب الضريبي. وتعتبر الضرائب مورد رئيسيا للدولة، وتشكل ما نسبته 70% من إيرادات الموازنة العامة. وجاء قرار تشكيل مجلس قومي للمدفوعات الأسبوع الماضي لتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني. ويتشكل المجلس القومي للمدفوعات من رئيس الجمهورية رئيسا وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء وينوب عن رئيس المجلس في حال عدم حضوره ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والمالية والاتصالات والداخلية والعدل ورئيسي جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ونائب محافظ البنك المركزي المصري المختص بنظم الدفع ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك، ويصدر بتعيينه لمدة 2 قرار من المجلس بناء على ترشيح محافظ البنك المركزي ووكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي المصري المختص بنظم الدفع ومستشار قانوني، ويصدر بتعيينه لمدة 2 قرار من المجلس ومقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود. السؤال: إلى أي مدى سينجح هذا المجلس في الحد من الاستخدام النقدي؟ لمزيد من التفاصيل يشرفنا هنا في الاستوديو الدكتور مصطفى خديب المحاضر الدولي بجامعة سلاكس بيزنس سكول وهي الجامعة الفرنسية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. في البداية، إلى أي مدى برأيك سيسهم هذا المجلس في الحد من الاستخدام النقدي؟ هل كنا نحتاج إلى مجلس قومي للمدفوعات؟ طبعا حضرتك دي خطوة هامة جدا وقد تكون متأخرة بعض الشيء، ولكن احنا الحقيقة من بعد مؤتمر شرم الشيخ ووضع استراتيجية ايجيبت 2030 او مصر 2030 بنشوف زي حضرتك قطعة بازل كده بتتركب بحيث انه في الاخر حنصل لما تم التخطيط اليه. هذه الخطوة خطوة مهمة جدا، تحويل ما المجتمع بتاعنا الى ما يسمى بالكاشلس سوسايتي، ان يتم جميع التعاملات داخل المجتمع من خلال القطاع المصرفي. ده موضوع كبير جدا هيترتب عليه القضاء على جزء كبير جدا من الفساد، طبعا بالإضافة زي التقرير ما قال سهولة التعاملات والمعاشات ومرتبات الموظفين، لكن في جزء مهم جدا هو الموضوع الفساد، غسيل الأموال، التهرب الضريبي. انت حضرتك عندك طبقات كاملة في مصر ما بيدفعوش الضرائب المستحقة عليهم على الإطلاق، وهحددهم في مهن زي الأطباء، زي المهندسين، زي المحامين، أصحاب الكافيهات، التجار، دول حضرتك كل معاملات خارج المنظومة تماما، ودول جزء كبير جدا. وأنا النهاردة عشان أحقق خطة التنمية اللي الدولة النهاردة
ماشية فيها بخطوات جبارة، لابد أن يكون هناك نظام ضرائبي واضح بيدفع كل مواطن في هذه البلد ما هو يستحق عليه. النهاردة ما فيش طبيب في مصر بياخد أتعابه إلا خارج فاتورة المستشفى، المهندسين، المحاميين، كل هذه الطبقات. فده لابد أن احنا نتوقف. دي طبعا دي خطوة مهمة جدا في تحقيق ما يسمى بالحكومة الألكترونية. احنا عايزين نوصل لمرحلة ان ما فيش تعامل مباشر ما بيني وما بين موظفين، كل ما احتاجه من تعاملات مع الحكومة يتم عن طريق بالحكومة الإلكترونية. في خطوة هنا مهمة جدا حضرتك، لابد ان تلي مجلس المدفوعات، ودي يمكن الحقيقة ناقشت فيها مع بعض المسؤولين واعتقد انها اصبحت ضرورة، وهي لابد من تغيير شكل العملة المصرية. ازاي؟ يعني نصدر عملة جديدة شكل جديد وندي مهلة للناس كلها ان هي من خلال البنوك زي ما حصل في الهند. الهند في اقل من شهر جمعت 40 مليار دولار وما عندهمش يعني الى حد بعيد مش زينا. احنا هنا مجتمع عايش كله نقدا، فده هيظهر لك يعني اسمحي لي في النص الاموال تحت البلاطة. بصي انت اصل في كذا ظاهرة حصلت، في كذا واقع حصلت اخيرا اللي هي سندات قناة السويس، الشهادات 20%، ولما أي شركة تنمية عقارية أو بنك بيعلن عن حجز لكومباوندات أو شقق، شوفي كمية الإقبال. يعني مش متذكر الأرقام بدقة، ولكن 68 مليار بتوع سندات قناة السويس كان منهم قرب 40 مليار من خارج القطاع المصرف، دول طالعين من البيوت. هنا بقى حضرتك لما هتغيري العملة لازم الفلوس دي كلها تطلع، سواء اللي في الداخل او اللي في الخارج. لكن هل نحن متاكدون انه الناس ما زالت لديهم عمله مصريه؟ لانه كتير بقى بيختار انه يشتري دولار او عملات اخرى. لا بصي حضرتك، يعني في كل الاحوال هيبقى فيه طبعا مليارات. انت حضرتك هتتفاجئي، لان انا كمان لما النهارده هدخل فلوسي كلها البنك عشان ابدلها بالعمله الجديده لازم هتيجي اتساءل دفعت ضرائب قد ايه عليها، او اذا كنت من اصحاب المهن الحره اللي ما بدفعش ضرائب او بدفع جزء يسير جدا. لكن لو الناس عرفت انه هيبقى في تساؤل هتخاف، ممكن تقول لك خلاص مش خلاص يبقى طيب ايه التكلفه انه دوله تقرر ان هي تغير عملتها بهذا الشكل؟ يعني اكيد التكلفه مش هتكون على قد العائد، لكن عموما التكلفه بتكون قد ايه عشان اغير كل العمله اللي بستخدم؟ بصي حضرتك في اي حاجه في تكلفه وعائد، مهما كلفنا هذا الموضوع العائد اكبر كتير جدا، لانك انت هتظهري هنا اموال المتهربين من الضرائب. أيوة. وتجار المخدرات وتجارات السلاح وغسيل الاموال، كل الاموال دي هتظهر ولازم تتحط في البنوك عشان يبدل العمله. هنا هتدخل كمصلحه ضرائب، اذا كان ضرائب، اذا كان امن دوله لازم اعرف مصادر الاموال دي منين. انت هتعملي غسيل كامل صحيح. لهذا المجتمع وكل ما لدي من اموال حضرتك. بصي لما مثلا على سبيل المثال النهارده عدادات الكهرباء النهارده بقت بكارت. لو تجيبي بيانات او احصاءات من وزاره الكهرباء وتشوفي كانت قد ايه الدوله بتخسر في موضوع الفواتير، والفواتير اتاخرت ويجي لنا المحصل بعد شهرين ثلاثه، او تتكون تنزل في فاتوره واحده فينتقل المستهلك من شريحه الى شريحه فيروح يشتكي. النهارده انت قبل ما تستخدمي الكهرباء بتدفعي ثمنها مقدما. كتير قالوا انه البري بايد افضل بكتير، يعني حتى في الاستهلاك ومتابعته. ايه الخطوه الثانيه اللي بعد تغيير العمله اللي حضرتك شايف انها ضروريه؟ بصي حضرتك احنا الثلاث خطوات مع بعض اللي طبعا المجلس اللي تم ده طبعا دي خطوه جريئه ومتقدمه جدا في سبيل الوصول للمنظر منظومة اللي ناس كتيرة مش قادرة تشوفها أو مش عايزة تشوفها الاثنين. الحكومة الإلكترونية زي ما قلت حضرتك وتغيير العملة، التلاتة دول لازم يكونوا في منظومة متقاربة عشان نقدر نوصل لمجتمع أو ما يسمى بالكاشلس سوسايتي. التشكيلة الخاصة بالمجلس القومي للمدفوعات ربما يستغربها البعض، ليه موجود فيها وزير الداخلية؟ ليه موجود فيها المخابرات؟ هذه عناصر تبدو بعيدة عن المجتمع المالي، اشرح لنا لماذا هم ممثلون في مثل هذا المجلس؟ بص حضرتك ده موضوع هيمس جانب المدفوعات في الدولة كلها، والمجلس الحقيقة هيفرض
قراراته على كل الجهات الحكومية والتابعة ليه كويس. ولكن لما هيبتدي المنظومة تشتغل في أمور كتيرة جدا زي ما قول حضرتك هتظهر أموال، دي أموال مخدرات ودي أموال سلاح ودي أموال تهريب وده غسيل أموال. فكل أجهزة الدولة الرئيسية أو السيادية لابد أن تكون ممثلة، خصوصا لما هتنتقل للمرحلة الثانية حكومة إلكترونية، وحيتم إن شاء الله إذا كان هذا القرار هيتخذ تغيير العملة، فكل أجهزة الدولة هتبقى عينيها على هذه المنظومة. إيه موقف المناطق النائية واللي ما عندهمش حتى فروع لبنوك وأيضا قلة المتعاملين في النظام المصرفي في مصر؟ طبعا هذه المنظومة هتخلق عند الناس اللي ما بتعملش من بنوك وعي مصرفي. طبعا زي ما قلت حضرتك دي كمشروع ليه تكلفه وعائد. جزء من تكلفه هذا المشروع انك انت لازم توصلي او تعملي انفراستراكشر او بنيه تحتيه لهذه المعاملات في كل انحاء مصر. فطبعا ده هيترتب عليه فتح فروع جديده لبنوك، ماكينات اي تي ام ماشينز جديده الى اخره. زي ما قلت حضرتك تكلفه وعائد، بس اكيد العائد هيكون احسن كتير. احنا تشرفنا بوجود حضرتك النهارده دكتور مصطفى هديب المحاضر الدولي بجامعه اسلاكسا الفرنسيه، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام وابقوا معنا، فقرتنا الاخيره دائما عن رياده المشروعات، ومشروع اليوم اسمه بليا، كونوا معنا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. مشروع ريادة الأعمال لهذه الليلة هو مشروع بليا لخدمات الإنقاذ. ضيفي في الاستوديو أمجد حسين هيقول لنا أكثر عن المشروع. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الحقيقة لاحظنا أن التطبيق تم اختياره من أفضل التطبيقات لحل مشكلة المرور في مصر من البنك الدولي في 2013، واختير من أفضل 10 مشروعات إبداعية في مجال المواصلات من وزارة الاتصالات القطرية. يعني خدتم جوائز كتيرة، وألمانيا ويعني مؤسسات وجهات عديدة. اشرح لنا باختصار إيه المشروع. المشروع باختصار هو تطبيق موبايل بيسمح بأي حد يحصل له مشكلة في عربيته، حادثة أو العربية قطعت منه، إن هو يتواصل مع أقرب وحدة إنقاذ أو وينش بيسميه وينش، بحيث إن هو ينقله المكان اللي هو عايشه. طبعا المشروع ده كان الغرض منه ان هو يحل مشكله المرور. اكبر اسباب كان المشكله المروريه في مصر هي نمره واحد تعطل العربيات والحوادث اللي بتحصل في الطريق بتعمل بلوكينج لاكثر من حاره. طيب لكن الطبيعي انه الجهات المختصه الحكوميه هي اللي بتوصل لمكان الحادث وبتساعد في ازاله هذه العوائق لو في وقايه. ده المفروض. ايه المختلف اللي بتقدموه ويمكن يكون اكفأ من الوسائل المتاحه الان؟ اوكي. بنقدم طبعا جي بي اس، ان احنا خلاص الونش عارف مكانك فين بالظبط، مش محتاج ان انت توصف له. فمش لازم يكون حادث، ممكن يكون عطل معين في العربيه، حد الميه رانا في خلصت من العربيه، السير اتقطع، حاجات اللي هي بتعطل الناس. فده احنا بنوفر للونش مكانك فين بالظبط، وبنوفر لك انت الشخص اللي معرض للحادثه او العطل الاقرب ونش ليه. في مصر في مشكلة متكررة في كل الطرق، انه ما فيش مساحة كبيرة في الشولدر او الجزء الجانبي من الشارع بحيث تقفوا فيه وتجروا هذه الاصلاحات. بتحلوا الموضوع ده ازاي؟ ملهاش حل صراحة، غير احنا بنحاول بسرعة ان يعني نوجه عربية وينش عشان تحاول بسرعة تشيل الاشكال ده. بدأتم برأس مال قد ايه؟ بدأنا برأس مال حوالي 50,000 جنيه مصري. وهل حصلتم على أي مساعدة من حاضنات الأعمال وميسرات الأعمال؟ احنا كان لنا حظ ان احنا شاركنا في 2014 في مسرع، يعني واحد من احسن مسرعات الاعمال في العالم في المانيا. هو ادانا دعم بيسموه سيد فاندنج، ان احنا عشان نكمل ونطور الفكره بتاعتنا. قعدنا هناك حوالي 3 شهور في المانيا، هو دخل معانا شريك في بليا، في الشركه المؤسسه بليا. هايل. والزائرين لهذا التطبيق يعني معدلهم بشكل يومي قد ايه؟ والله بنسبة كويسة. احنا بس ممكن كلين في الفترة الأخيرة بقى لنا تقريبا 5 شهور عشان بنعمل
اعاده تطوير خالص للبرنامج. يعني بقى الفتره دي كلها بنحاول نفهم اكتر الناس عايزه ايه، بنقدم خدمات، بنحاول نشوف الناس مستوعبها ازاي، هتستقبلها ازاي، تحبها ما تحبهاش، عشان نطلع بالشكل الاخير او جديد ان شاء الله بيه ده في شهر 6 ان شاء الله. وبالنسبه للتطويرات اللي انتم هتطبقوها، ما اتكلمتوا مع الناس ايه اللي محتاجينه من تطبيق زي ده؟ بص، احنا دايما كل شويه بنروح مجربين على الصفحه حتى قبل ما نطور الابلكيشن، بنطور، بنسال شويه اسئله او بنعمل شويه فيتشرز جديده كده. زي مثلا عملنا خدمه اسمها الهاو ماتش كلوك، خدنا الافيه بتاع الهاو ماتش كلوك في الفيلم وعملنا منه خدمه، ان احنا اي حد عنده مشكله في السمكره عايز يعرف تكلفتها قد ايه، فبيصور العربيه وبيرفعها عن طريق الموبايل او عن طريق الصفحه، بنقول له تقديريا هتكلف قد ايه. عجبت الناس قوي الصراحه قوي. اوكي، وايه الهدف بتاعكم؟ يعني انتم متواجدين دلوقتي، هتكونوا عملكم مقتصر على السوق المصريه، لكن بتفكروا انكم ربما تتعاونوا في مع شركات في دول اخرى مثلا؟ احنا ان شاء الله الشهر الجاي اول الشهر هنطلق اصدار تجريبي في امريكا، في ولايه شيكاغو تحديدا ان شاء الله. باسم بيليا. باسم بيليا برضه. احنا حاولنا يعني كنا على الاول هنعمل ريبراندنج، وبعدين فكرنا لا خلينا نحتفظ على هويتنا. ممكن هم ما يكونوش فاهمينها، بس احنا برضه بنستخدم حاجه مش فاهمين اسمها ايه وجايين، فخلينا نحافظ على اليونيكنس بتاعنا، خلينا نحافظ على بيليا اسم هو. وان شاء الله هنطلقه اول الشهر في امريكا ان شاء الله. والدراسات المبدئيه لقيتوا انه هيكون في اقبال ايضا؟ الحمد لله. احنا اخترنا دايما، اخترنا الاول شيكاغو عشان في شركه عملت معانا شراكه هناك، ودخلوا معانا في كبارتنرشيب هناك ان شاء الله في المنطقه. انا بشكر حضرتك جدا الاستاذ امجد حسين على وجودك النهارده، وبنتمنى لكم كل التوفيق في مشروعكم بيليا. شكرا يا فندم. مشاهدينا، هكذا ننهي حلقتنا لهذه الليله من مال واعمال. شكرا جزيلا للمتابعه، ونراكم دائما على كل خير.